مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم ولقاء جديد مع ما وراء الاحداث. النهارده عندنا حلقه خاصه ومهمه جدا عن موضوع بيشغل الاتحاد الاوروبي كله في هذه الفتره ومنذ سنوات الحقيقه، هو موضوع الهجره غير الشرعيه وازمه اللاجئين. في تعريف اتفقت عليها العرف او يعني زي ما بنقول المواثيق الدوليه على ايه هي الهجره غير الشرعيه. الهجره غير الشرعيه ممكن تسمى غير المشروعه او السريه، دي عباره عن هجره لمجموعه من الناس من بلد الى اخر بشكل يخرق القوانين المراعاه في البلد المقصود، يعني هيدخلوا البلد من غير تاشيره، هيدخلوا عن طريق حدود بريه او عن طريق البحر بس من غير تاشيره، عن طريق الأسلاك الشائكة، البحر طبعا البحر الأبيض المتوسط بالتحديد، لأن البلدان المهاجرين دول جايين من أي بلدان وبيروحوا لأوروبا، جايين من بلدان العالم الثالث وبيحاولوا الهجرة للبلدان المتقدمة زي دول الاتحاد الأوروبي. فدول الاتحاد الأوروبي ليها حدود مع البحر الأبيض المتوسط اللي سمي لاحقا أو مؤخرا القبر الأبيض المتوسط، من كتر ما بيموت ناس كتير جدا في هذه المياه وفي هذا البحر بسبب ان هم بيهاجروا في قوارب مطاطية غير صالحة انها يتمشي بيها وتعبر من الناحية من البحر للناحية الاخرى، او انه العدد اللي بيكون فيها بيكون عدد كبير جدا لانها بقت كمان نوع من انواع السمسرة ونوع من انواع الاستثمار للي هم بيسموهم سماسرة الهجرة. فعشان كده الدنيا تفاقمت او ازمه الهجره دي تفاقمت جدا. على فكره ما تفتكروش ان ازمه الهجره بس ابتدت مثلا من السنين الاخيره واحنا دلوقتي في 2019 في ايام 2015 وبدانا والعالم كله بدا يسمع الموضوع ده، لا، الهجره دي او الهجره غير الشرعيه او السريه دي كانت من 2008. من 2008 لانه كان في شباب في دول مختلفه وخصوصا دول العالم الثالث بيعاني من البطاله، بيعاني من انه مفيش انتماء، بيعاني او شايف ان في حلم ان اوروبا دول ايه الجمال ده اللي عايشين فيه، فانا عايز اروح في اوروبا اعيش في مكان احسن، اقدر الاقي وظيفه، اقدر الاقي عمل، اقدر الاقي تامين صحي، لان هو لما بيدخل البلد عن طريق غير شرعي بيحق له انه يقدم على اللجوء في البلد اللي هو راح لها، لان دي برده قوانين، في قوانين ثانيه هتحكم اللجوء وهنشوفها برده بعد شوية في حلقتنا. وبالتالي انه بنلاقي انه كان في تقارير كتبت منذ عام 2008 على هروب الشباب او التضحية. الهروب الشباب ده بيكون عبارة عن ان الشاب ده بيهرب زي ما بقول لكم الحاجات كتيرة جدا، لدرجة انه اللي كتب عن الموضوع بتاع هروب الشباب كان في مقالة اتعملت في 2008. المقال دي بصراحة كان يعني جملة مكتوبة فيها جملة قوية جدا، اللي هي الجملة اللي معناها انه الناس بتروح للموت هو الامل الوحيد للحياة. شايفين الجملة غريبة ازاي؟ الموت هو الأمل الوحيد للحياة، انهار الدم بالمتوسط للعبور للوطن البديل، مسرع وفقد 1030 مهاجر مصري خلال عام 2008. وده كان تحقيق عاملينه في مركز الأرض لحقوق الإنسان. شايفين يا جماعة من إمتى؟ من 2008، وكان إعداد كرم صابر وكان توثيق مها حسن إبراهيم علي عبد الفتاح مع حسن إبراهيم علي وأحمد عبد الفتاح. متخيلين الوضع؟ أنا مش بفاجئكم بس هو ده فعلا، وبصوا الأعداد. فبالتالي أنا يعني وقفت قدام الكلمة دي جدا، الموت هو الأمل الوحيد للحياة، وزي ما هم بيقول إيه اللي رمك على المر اللي أمر منه، وإن أنا ميت في بلدي، مش لاقي آكل، مش لاقي شغل، الصراعات السياسية اللي بدأت تتنامى في البلاد، فبالتالي يقول لك إيه، ما أنا هنا ميت، هتجيلي دلوقتي بعد داعش وبعد الأزمة السياسية وبعد مش عارف إيه في العراق أو في سوريا، ممكن تيجي صاروخ ينزل على بيتنا هروح فيه. فبالتالي بقول لك انا عندي امل ان يمكن انجو، ولو ما نجتش يبقى خلاص انا ميت. عشان كده الازمه دي صعب جدا حلها، والدنيا كلها اليومين اللي فاتوا بيحاولوا يحلوها مش عارفين يحلوها، فدي مشكله كبيره جدا. زي ما قلت لكم خلينا الاول نشوف احنا واحنا بنتكلم عن الموضوع الاسباب، والاسباب الاقتصاديه بتعتبر الاوضاع الاقتصاديه اهم احد الاسباب اللي بتخلي في هجره غير شرعيه، قلة فرص العمل، في أسباب سياسية اللي هو تراجع وتدني الأوضاع السياسية في عدد من البلدان، ده بيخلي برضو الهجرة دي بتزداد. ممكن تكون أسباب دينية زي ما مثلا بتبص تلاقي زي ما حصل مع داعش، ومسيحيين كتير كانوا سابوا العراق وسوريا وتغيرت الديموغرافية بتاعت البلدان الشرق الأوسط بسبب هجرة المسيحيين، فدي برضو اضطهاد ديني، اضطهاد على الدين. ممكن يكون في أسباب اجتماعية، انه هو عندنا مفيش ترابط، او في بعض الأماكن مفيش ترابط أسري، مفيش توافق بين العادات والتقاليد، ناقم على العادات اللي في البلد دي، فعايز بلد منفتحة أكتر ما فيهاش القيود اللي هو بتتحط عليه. ممكن يكون
برضو السبب وجود تفرقة ما بين فئات المجتمع أو بين الطوائف التابعة له، وبالتالي بيهاجر الإنسان. فعشان كده زي ما بقول لكم انه موضوع الهجرة غير الشرعية وموضوع الأسباب بتاعتها وعواقبها بقى، خلينا نشوف التقرير ده كده يدينا فكرة شوية عن ايه هي العواقب بتاعت الهجرة دي. زي ما انتم شايفين هنا في أفارقة كتير على فكرة، لأنه في البدايات أو لغاية دلوقتي من زمان موضوع الشباب في دول كتير من دول العالم الثالث، والأفارقة لأنه انتم عارفين أفريقيا والمجاعات والحالات أو الحياة صعبة جدا في أفريقيا. نشوف مع بعض التقرير ده. 500 جنيه استرليني للشخص الواحد، هكذا تتعامل العصابات المسلحة من خلال تهريب أفراد العائلات المهاجرة واللاجئة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية بواسطة المراكب، في حين أن التهرب بواسطة الشاحنات عبر النفق تصل كلفته إلى 10,000 جنيه استرليني وفقا لتحقيق صحفي أجرته صحيفة The Sunday Mirror. التحقيق كشف أيضا أن تهريب الأبوين يكلف 5,000 جنيه للفرد الواحد، ويتم عمل خصم على الأطفال يصل إلى 50%. طرق التهريب تتم بواسطة قوارب مطاطية ومراكب صغيرة في رحلة محفوفة بالمخاطر تمتد على مسافة 32 كيلومترا. وبحسب التحقيق فقد قال أحد اللاجئين: عليك أن تدفع للمافيا هنا من أجل ركوب القوارب إلى بريطانيا. وكانت منظمة Save the Children وصفت ما توصل إليه التحقيق الصحفي للميرور أنه شيء مخالف للحقوق الإنسانية، وكررت تحذير الشرطة الفرنسية من أن حياة الأطفال تصبح في خطر. وعقدت وزيرة الهجرة البريطانية كارولين نوكس اجتماعا طارئا ضم قوات حرس الحدود والهجرة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة. يأتي التحقيق في وقت وصل فيه عدد اللاجئين الذين عبروا منذ عيد الميلاد إلى حوالي 94 شخصا، غالبيتهم من المهنيين ذوي الخبرات ورجال الأعمال من الطبقة الوسطى من إيران والعراق وأفغانستان. وعربيا أيضا وفي الجزائر تحديدا، توحدت خطب المساجد في الجزائر حول موضوع الهجرة غير الشرعية التي أودت بحياة العشرات من الشباب الجزائريين خلال الأسابيع الأخيرة تزامنا مع تنامي رحلات قوارب المهاجرين نحو أوروبا. جاء ذلك بأمر من السلطات التي لجأت إلى الأئمة والمساجد كحل أخير لمحاربة ظاهرة هجرة الشباب والنساء وحتى الأطفال بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، وذلك بعد فشل الحلول الأمنية والإجراءات القانونية في وقف قوارب الهجرة من السواحل الجزائرية نحو أوروبا. ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى في تدوينة على موقع فيسبوك أئمة المساجد عبر الوطن إلى تخصيص فقرات من خطبة الجمعة للتوعية بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتقديم نصيحة للشباب حتى لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم. مفيش تقرير هيتناول المشكلة غير ما بيحاول يشوف الحلول، لدرجة ان هنا مثلا في الجزائر اهو يحاولوا يوصلوا يعني الحل من عن طريق الأئمة في المساجد، لانه فعلا في أزمة كبيرة جدا وفي كذا طريقة للحلول. وطبعا الحلول دي بتتطلب من الدول اللي بيهاجر منها الناس او عن طريق حدودهم، يعني ممكن يكون من الجزائر، من تونس، من حدود مصر، ممكن ناس جايين من حتت تانية ومن حدود ليبيا، ما هماش الشعوب بتاعت نفس الدولة، جايين من اماكن تانية عشان عارفين ان في سماسرة هجرة في المنطقة دي في الحدود البحرية دي او السواحل دي، فعايزين يهربوا منها. تقرير برضو تاني الحقيقة احنا كل التقارير معانا بتبين لكم قد ايه فعلا خطورة هذه الازمة او ازمة الهجرة غير الشرعية، وكمان في نفس الوقت مش بس خطورتها وتنامي الاعداد بشكل كبير جدا جدا الفترات او السنين اللي فاتت. من هذا الميناء التونسي تبدأ الرحلة، رحلة لصيد الأسماك أو هكذا يفترض، لكن للبحر أسراره. ينطلق مركبان من هنا للبحث عن الأسماك، فتعود ثلاثة أو أربعة مراكب محملة بمهاجرين غير نظاميين، مهاجرون كادوا يكونون طعاما للأسماك، لكن العناية الإلهية رافقتهم. عندما رأينا قارب الصيادين عاد إلينا الأمل بأننا سننجو، لأن الرب أرسل لنا هذه الملائكة لإنقاذنا. صيادون أم ملائكة كما يصفهم أحمد، غالبا ما يقومون بمهمة الإنقاذ بمفردهم وبمعداتهم المتواضعة في غياب طواقم الإغاثة المحلية والدولية.
غياب أعمال الإغاثة في بحر يشكل منطقة عبور للمهاجرين من ليبيا إلى سواحل إيطاليا. من أول أنا سكون بس يكسف الحراقة هم البحار. علاش البحار؟ بحكم المنطقة اللي نصطادوا فيها منطقة الصيد هي نقطة العبور متاعهم، هم معنا من ليبيا هم ماشيين لمبادوزا، معناها ما يتعدوا لمبادوزا إلا ما يتعدوا من منطقة الصيد اللي نخدموا فيها احنا. ينقل المهاجرون إلى مركز الهلال الأحمر بعد أن كتبت لهم أعمال جديدة، ينامون بعد مشقة الرحلة، يطهون، يجتمعون ويتحدثون عن صيادين يوصفون أيضا بدرك البحر. الصيادون هم درك البحر لأنهم يستطيعون التنبيه. يعلمنا بعض المهاجرين أن سفنا ضخمة تمر دون الاقتراب منهم. هذه قصة من قصص مهاجرين مروا من هنا، ليست القصة الأولى وقد لا تكون الأخيرة مع توقع ارتفاع نشاط التهريب هذا الصيف تزامنا مع عودة القتال إلى ليبيا. يبقى التقرير الأول لقبل ده كان الأخير، ده كان تونس واللي قبله كان من الجزائر. فزي ما بقول لكم كل السواحل دي بتعتبر إن هي بتستغل المافيا السمسارة الهجرة. أعداد المهاجرين اللي كانوا عبروا بالتحديد بيروحوا فين طيب في أوروبا؟ أول حاجات بأول مناطق أو أول دول بينزلوا فيها على أوروبا طبعا السواحل اليونانية والسواحل الإيطالية. في إحصائيات كتير وفي تقارير كتير كده بتحاول ترصد الأعداد، طبعا برضو ما هيش دقيقة جدا يعني للأسف يعني. عموما بيفوق عدد المهاجرين 613 ألف اللي عبروا اليونان وإيطاليا وربما أكثر من ذلك. أغلبهم بقى في الفترة الأخيرة قادوا من سوريا والعراق، ولكن من الأول في عندنا أفغانستان وليبيا والصومال وإريتريا وغيرها، وبيغرق الآلاف منهم في البحر، مياه البحر الأبيض المتوسط. فدايما يعني هنا مثلا بيبقى فيه هنشوف أرقام مفزعة لضحايا الهجرة غير الشرعية. ما هو انت مش كل الناس بتوصل، ودي الأزمة اللي بنحاول يبقى فيه توعية أكتر للناس دي، علشان يا جماعة أرجوكم بلاش مراكب الموت. مع تصاعد الحروب والصراعات والمجاعات حول العالم يخرج مئات الآلاف في رحلات للهجرة غير الشرعية بآمال لحياة أفضل، لكن المجهول سيظل عنوانا لها. فعشرات الآلاف قضوا أو فقدوا، أكثر من 56,800 مهاجر غير شرعي على سطح المعمورة منذ 2014، ما بين غرقى غيبتهم الأمواج بقاع البحار وجثث ابتلعتها الصخار القاسية، وآخرين سقطوا فريسة سهلة لعصابات ومافيا مهربي البشر. الأمم المتحدة رصدت آلاف القتلى في البحر المتوسط وأوروبا، ورغم ذلك سقطت بعض الحالات من حسابات الحصيلة الرسمية. 800 غرقوا قبالة سواحل إيطاليا في أبريل 2015 ولم تحدد هويتهم. في أمريكا لا قيمة للمهاجرين، يختفون، يموتون ولا يبحث عنهم أحد. فنزويلا ودول آسيا أصحاب الرقم القياسي في محاولة الهجرة غير الشرعية اليوم، وتبقى المقابر سجلا يطوي رفات آلاف المهاجرين. زي ما شايفين وكتير جدا من انفوجرافيك واحصائيات بتحاول ترصد الاعداد والزياده المفرطه في الاعداد. الامم المتحده اعلنت ان عدد المهاجرين الوافدين برا الى اوروبا بصوره غير قانونيه بلغ حوالي 18,000 منذ يناير، ما يزيد بسبع مرات على الفتره نفسها في العام الماضي، وبيصلوا عن طريق تركيا وبعدين اليونان. فدي برضو بتشوف كده انه بنبص نلاقي زي ما بقول لكم انه يعني مؤسسات كتير جدا بتحاول جاهدة ان هي تجمع الارقام، بتحاول تشوف الدول اللي بيروحوها فين، بيحاولوا يشوفوا هم جايين طيب منين ووجهتهم فين، كل ده بتحاول احصائيات تشوفه علشان يحاولوا برضو الفكرة من كل احصائيات دي علشان يبقى فيه مناقشات او مفاوضات او اتفاقيات مع الدول اللي بيجوا عن طريقها علشان تحد من الهجرة دي يعني، وبحيث انهم يعملوا اي حاجة، ويشوفوا برضو الدول اللي بيهاجر منها ناس كتيرة برضو بحيث انهم يحاولوا يدعموا الدول دي ماليا علشان خاطر الحاجتين، الحاجة الانسانية والحاجة التانية هو موضوع ان الدول دي مش قادرة تستوعب. فبرضو كان في حاجة تاني مثلا من يعني كان في بيانات للشرطة الاوروبية اليوروبول
كانت بتقول ان عدد المهاجرين غير شرعيين بدون اقامه في عام 2018 في بلجيكا ارتفع جدا. هنا برضو بيجي عن طريق الناس بتبلغ بعضيها، مثلا يقولوا لهم ايه خلوا بالكم المجر مثلا القوانين بتاعتها صعبه جدا، وعامله دلوقتي قوانين بتمنع ان احنا نبقى موجودين. لا، بلجيكا افضل في القوانين ممكن تديك. طب المانيا كانت فاتحه ابوابها على مصراعيها، وتلاقوا حتى لما تكتب كلمه الهجره في اليوتيوب تتفاجئ ان ناس كتير قاعده تحكي لك وتشرح لك انت ممكن تهاجر منين وتوصل فين، يعني اللي هي كمان حتى على اليوتيوب تعتبر يعني مفتوحة، مافيا مفتوحة كمان بتقعد بقى تقول لك، يعني مش بيعملوا حظر حتى الفيديوهات دي. فتبص تلاقي ان انت لو حبيت تدور هتقعد تتفرج على كام فيديو، هتعرف بقى توصل ازاي وتروح لمين وتبقى عند انهي سواحل والقصص دي كلها. فبالتالي زي ما بقول لكم لقوا انه في 2018 الاعداد اللي راحت لبلجيكا ارتفعت جدا، بينما في الدول الثانيه في الاتحاد الاوروبي قلت شويه. وحسب البيانات بتحتل بلجيكا المرتبه الاولى بين الدول الثمانيه في الاتحاد الاوروبي، حيث يوجد بها اكبر عدد من الاشخاص اللي ما عندهمش اقامه قانونيه، ولكن ويجي بعديهم بقى مين؟ المانيا وفرنسا. وتشير الأرقام إلى زيادة تبلغ 1000 شخص تقريبا مقارنة بعام 2017. عام 2018 عثر على 17235 شخص بيعيشوا في بلجيكا بدون أرقام. متخيلين الأرقام؟ ودي برضو زي ما بنقول الأرقام اللي تم إحصائها، ولكن اللي هم ما كانوش دخلوا في الإحصاء ده بالتأكيد برضو ألاف تاني. وده معناه ان في 47 شخص يوميا بيوصلوا الى بلجيكا. اما في المانيا بلغ الرقم 134,000 و105,000 في فرنسا. العديد من الاشخاص اللي مش بيحملوا اوراق اقامه بيعيشوا في بلجيكا اكتر من المانيا، وبتعتبر يعني اذا تم اخذ الكثافه السكانيه في الاعتبار. الزياده الاجماليه للاشخاص اللي وجدوا في بلجيكا بدون وثائق اقامه قانونيه مساويه تقريبا لعدد القصر الموجودين في نفس الوضع، حيث عثر على ما لا يقل عن 1910 شخص دون سن 18 و 1855 قاصر بتتراوح أعمارهم بين 14 و 17 سنة، معظمهم غير مصحوبين بزويهم. وهي دي المشكلة الكبيرة اللي حتى شفناها في مصر في مركب الموت بتاع دمياط اللي أنا أقول لكم عنه وهفكركم بيه بعد شوية. شباب كتير جدا، ولغاية دلوقتي في ناس بتبعت لي من صمالوط ومن المنيا ومن أسيوط إنه كان ولادهم سافروا في الأعمار دي ما بين 14 و 17 سنة ومش عارفين عنهم حاجة لغاية دلوقتي. وهنا الكارثة انك انت الولاد اللي زي كده اللي هم يعتبروا قصر عندهم زي ما بنقول حماس كبير قوي وعندهم تطلع المستقبل قوي، فتبص تلاقيهم هم اللي بيحاولوا ان هم يسعوا وممكن يبيعوا أهليهم اللي وراهم واللي قدامهم، علشان طبعا الموضوع ده مش ببلاش، الموضوع ده بفلوس. المهم انه المفترض زي ما بقول لكم كده محاولات كتيره جدا جدا عشان تبتدي تقل الازمه الهجره دي. وكاله حمايه الحدود الاوروبيه كانت في وارسو كانت بتتكلم عن في اول السنه دي في 2019، الا انه في تقديرات بتشير الى انه 150,000 شخص دخلوا الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في رحلات هجره غير شرعيه في عام 2018، وهو اقل عدد يصل الى دول الاتحاد الاوروبي منذ 5 سنوات. يعني بداوا كمان يشوفوا انه تقريبا كده بعض الحلول اللي هم عملوها وبعض التواصل اللي كان مع الدول الى حد ما اثر في انه بداوا يستشعروا ان العدد بيقل شويه. طبعا الاعداد اللي بتموت بقى في البحر المتوسط اعداد يعني لا حصر لها، زي ما بقول لكم في اللي بيطلعوهم ويقولوا عن اعدادهم وفي اللي بيختفوا في وسط البحر او البحر فعلا والاسماك بتاكلهم، انا اسفه يعني للتعبير الصعب ده، وما حدش بيعصر عليهم. ولكن محاولات كتيره جدا وسياسات كتيره جدا في دول الاتحاد الاوروبي ودول السواحل بالتحديد علشان خاطر يجابهوا هذه المشكله. فمثلا برضو احنا شفنا التقارير كانت الجزائر وكانت تونس وكمان المغرب بوابة من بوابات التسلل لأوروبا، حيث كتب في احدى الاخبار الفترة اللي فاتت ان كان في احباط 89,000 محاولة للهجرة غير الشرعية في 2018، تم اعتراضهم من كانوا من جنسيات اجنبية، وكان في 29,715 تم انقاذهم عرض البحر. تخيلين الارقام، يعني ارقام تخد يا جماعه. فزي ما بقول لكم الموضوع ده موضوع صعب جدا. لو احنا جينا نتكلم عن المهاجرين الافارقه، فمثلا برضو كان اتكتب عن انه في يوليو عام 2019 كان في بالنسبه لمصر كان يعني ده لسه حديث، احنا النهارده يعني اليومين اقصد يعني اللي هو شهر يوليو والشهر يعني في الفتره اللي احنا فيها دي، فبنتكلم على انه في احباط محاوله هجره غير شرعيه ل 27 شخص في اسكندريه. ما تفتكروش طبعا في برضو جهود كبيره قوي بتبذل في مصر علشان خاطر مجابهه الموضوع هجره الشباب، لكن برضو بتحصل هجره للشباب للاسف.
وفي منهم اللي بيحاولوا يحبطوا هجرتهم، وفي برضو القبض على سماسرة، ولكن في منهم اللي بيقدر ينجح ويسافر، وفي منهم اللي البحر بياخده ومحدش يعرف له طريق. الأجهزة الأمنية في مصر تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 27 فرد تم تجمعهم في أحد الأماكن بمنطقة كينج ماريوت غرب الأسكندرية، والقبض على 9 أفراد شكلوا تنظيم عصابي مع آخرين للهجرة غير الشرعية. ومعلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني كانت يعني وصلوا إلى أنه في تشكيل إجرامي منظم عبارة عن 15 شخص، واحد منهم بيحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، بيقوم باستقطاب مجموعة من الشباب المصريين من محال إقامتهم المختلفة وإغوائهم بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة كينج ماريوت دائرة قسم شرطة ثاني العملية في الأسكندرية، وبعدين بيبتدي بقى ياخدهم ناحية السواحل، المناطق معينة عند البحر الأبيض المتوسط مع سواحل الأسكندرية، وينقلوهم في وسائل نقل غير مهيئة اللي هي المراكب المطاطية اللي هي غير آمنة. عارفين المبالغ اللي بياخدوها بتتراوح ما بين قد إيه؟ اللي هم سماسرة دول ما بين 70,000 ل 80,000 جنيه عن كل شخص. يعني شوفوا الشاب من دول بيحاول يجمع ال 70 أو 80 ألف دول عشان يصرفهم في رحلة موت، عشان على وعسى ان هو هيروح للبر التاني يلاقي الأمال والدنيا مفروشة ليه بالورد، ولكن الصدمة انه ما بيلاقيش الدنيا مفروشه بالورد ولا حاجه، وبيشربوا الامرين. وناس كتير جدا من اللي هاجروا نوعيه الهجره دي او ان هم راحوا وكسروا فيزات بيعانوا معاناه شديده جدا 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 حقيقي. مثلا زي ما انا قلت لكم، هفكركم كانت مشهوره جدا في الاعلام المصري كله اليومين من حوالي يمكن سنه، انا مش فاكره بالظبط، بس هو كان اسمه كده، كان خبر مركب الموت. احنا اتفاجئنا كلنا عند سواحل رشيد في دمياط انه يا نهاري ايه ده، محافظه البحيره اتشحت بالسواد في اعقاب غرق مركب صيد كان اسمه موكب الرسول. المركب ده كان عليه اكتر من 300 شخص من جنسيات مختلفة، وراح ضحيتها 42 شخص، وكان في 7 مصابين، وتم نقلهم مستشفى رشيد العام. وبعدين بدأت قوات الحرس الحدود تحاول تنقذ، وأنقذت ما يقرب من 164 شخص، كان بينهم 118 مصري و6 من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 4 من طاقم المركب. وضحية الحادث ده كان فيه ضحايا من أطفال وشباب، يعني أطفال زي ما بقول لكم اللي هو دون سن ال 18 اللي هم 14 15 17 في الحدود دي، وفي طبعا اللي هم من 17 ل 20 مثلا أو 18 ل 20. الناجون بقى لما كانت في شهاداتهم كانوا بيقولوا إن هم شافوا الموت بعينيهم لما بدأت المركب تتمايل عشان الحمولة، المركب ما تشيلش 300 كانوا مشايلينها 300. وفريق من أعضاء النيابة العامة بدأ طبعا يعمل تحقيق، وبعدين كانت زي ما بقول لكم كانت كارثة كبيرة جدا، لأن الوقت ده كان الناس، أنا مش فاكرة بالظبط معلش مش عندي الكلام، لو الفيديو فيه تاريخ ممكن زميلي تقولي التاريخ إيه، لأنه وقتها أنا فاكرة كويس جدا إحنا كلنا اتخضينا كده وقلنا ايه ده احنا ما سمعناش عن موضوع الهجرة غير الشرعية دي من فترة، يعني فايه ده، ايه اللي خلى في هجرة غير شرعية بدأت تاني؟ المفروض انه فيه جهود كتيرة فعلا كانت بتبذل في مصر علشان يحاولوا ان هم، ده كان في 2016 سبتمبر 2016، عشان يحاولوا ان هم يعني فعلا يحدوا. وبالفعل ما كناش بنسمع عن، فاتفاجئنا كلنا وقتها، يعني اتفاجئنا جدا انه ايه ده ليه كده يا جماعة، طب ليه؟ طبعا احنا 2016 ومصر كانت الثورة و2012 وفي ازمات اقتصادية، ولغاية دلوقتي في طبعا معاناة واسعار بترتفع، فبدأنا نحس انه لا ده واضح انه في الهجرة غير الشرعية ما انتهتش، دي شغالة ومستمرة، بس ما فيش مثلا عشان ده كان اعداد كبيرة قوي وحادثة فحسينا بيها، لكن من الواضح ان مافيا وسماسرة الهجرة دول مستمرين. وممكن تلاقي اخبار صغيرة كده في الفترة اللي فاتت، يعني مثلا من الوقت ده من 2016 ده لغاية مثلا دلوقتي لغاية 2019، ممكن تلاقي انه لو دورت على الاخبار ممكن تلاقي انه مثلا القبض على سماسرة مش عارف اللي هم الهجرة دي كم واحد مش عارف ايه، احبطوا مركب زي الخبر اللي زي ما بقول لكم كان في يوليو 2019. الكارثة ان كتير من المصريين ما زالوا يحاولوا التسلل لأوروبا بشكل غير شرعي. أنا منساش أبدا وقت تغطيتي لحادثة مركب الموت بتاع دمياط ده، أن من ضمن الشباب اللي كانوا ناجين قالك أنا هحاول تاني، أنا دي يمكن المحاولة التانية ولا التالتة ليا ومش هيأس وهفضل أحاول، رغم أنه شاف الموت بعينه. فتخيلوا بقى إيه اللي أقوى من كده، إيه الظروف اللي هو بيعيش فيها اللي بتخليه شاف الموت بعينه برغم كده بيقول أنا هحاول تاني. المهم انه زي ما بقول لكم بيتم القبض على عصابات، ولكن بيطلع عصابات غيرهم،
الكارثة بقى ان اخطر 3 عصابات لتهريب المتسللين الى اوروبا تخيلوا بتزعمها مصريون، والكارثة يعني الكارثة الكبيرة كمان انه عدد غير قليل ممن نجوا من التسلل لاوروبا زي ما بقول لكم ان هم يعني في منهم اللي قالها حاول تاني، وفي منهم اللي احترف الدعارة عشان ما يموتش من الجوع. سعداء الحظ منهم احترفوا التسول، يعني من الواضح ان في حالة صعبة جدا خلتهم زي ما بقول لكم يشوفوا الموت بعينيهم وعايزين يجربوا تاني. شياطين المافيا بتاعت الهجرة الغير الشرعية دي مش بيعملوا ده عشان يساعدوا الفقراء طبعا والخدمة محتاجين، هدفهم هو شفط، حتى الخبر كاتب كده، شفط أقصى مبلغ ممكن من جيوب كل من يسقط في شباكهم، رغم انهم بيتاجروا في أرواح زباينهم وبيلقوهم في جوف الموت، وقتل حوالي 600 ضحية عام 2013 و 3279 في عام 2014 و 2000 ضحية خلال الستة شهور الأولى من 2015، وكل الضحايا دول عبارة عن شباب وأطفال ونساء، ولكن الموضوع ده مستمر والسمسرة دي مستمرة واسمها تجارة الموت، بحر الموت، مراكب الموت، كل ما هو يعني كل حاجة تسميات كلها فيها موت في الأمور دي. السماسرة دول حصلوا على 7 مليارات جنيه عام 2013 و 20 مليار جنيه عام 2014 وحوالي 4 مليارات جنيه خلال عام 2015. كل دي احصائيات يا جماعة أنا جايبها لكم من قديم شوية من سنين فاتت. أحد المصريين المهاجرين كان اسمه أحمد حسان قال إنه تجار الدعارة بيستغلوا الأطفال المصريين المهاجرين لإيطاليا في البغاء، يعني في الدعارة، والشرطة الإيطالية بتحرر يوميا 85 محضر استغلال جنسي ودعارة الأطفال أعمارهم تبدأ من 8 سنوات. زي ما بقول لكم لأنكم لما بتروحوا وبتنجوا من الموت بتروحوا المصير أسوأ بكتير. نفسي فعلا كل أسرة يكون ولادهم حتى اليومين دول بيفكروا في الموضوع ده، يحاولوا يسنوهم على الموضوع ده، يخلوا بالهم من ولادهم علشان ما يقدموش على الكارثة دي. حقيقي إنها كارثة، لأما هيموت في الطريق لأما لو هيوصل هيبقى مصير صعب جدا جدا. مصر عملت محاولات بالنسبة لمكافحة الهجرة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كان نشر إنفوجرافيك علشان يوضح التقدير الدولي للدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وده كان من خلال تسليط الضوء على أبرز التصريحات الصادرة من عدد من المسؤولين الدوليين واللي بتشيد بالدور المصري في هذا الإطار. وبالتالي بدأت التصريحات من المسؤولين الدوليين بيحاولوا يقولوا ان السلطات المصرية مثلا بتحاول ان هي تكافح الاتجار والتهريب مثلا، ده على رأس اولوياتها. في برضو اشادة بالجهود المصرية، في برضو اشادة بتجربة يعني كتير جدا من السياسيين كانوا بيتكلموا حقيقي على انه زي ما بقول لكم كده الاشاده بالجهود وتوفير فرص عمل اكتر، موضوع ان مصر نجحت في منع اي مركب تقل مهاجرين باتجاه اوروبا من مغادره السواحل المصريه، مثلا دور مصر في مكافحه ظاهره الهجره غير الشرعيه، وانه في برضو مثلا سيباستيان كورتس رئيس الاتحاد الاوروبي كان برضو بيقول ان تجربه مصر الرائده في مكافحه الهجره غير الشرعيه من خلال العامين الماضيين لم تصل اي سفينه مهاجرين لمصر، وبرده كان كلها الحقيقه حاجات مشجعه جدا جدا. يبقى بس انه فعلا يعني الحاجات دي كلها زي ما بنقول نتمنى ان يكون المجهودات دي مستمره علشان خاطر بالفعل الهجره دي تقل. معانا ومع حضراتكم دلوقتي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه الاسبق وكان معني بشؤون الافريقيين ايضا. سفير محمد برحب بحضرتك معانا. سياده السفير اهلا يا دكتوره منى. اهلا بحضرتك. الحقيقه احنا كنت لسه بقول ان في جهود في مصر كبيره جدا، هل حضرتك خلينا نبدا من هذه الاشاده من مسؤولين دوليين، هل بالفعل حضرتك شايف انه مصر قدرت ان هي تحد جدا من الهجره غير الشرعيه للشباب؟ بالفعل يعني باعتراف المسؤولين الدوليين لم تخرج سفينه هجره غير شرعيه واحده من الاراضي المصريه. زي حضرتك تفضلت مصر هي دولة ترانزيت، يعني دولة يأتي عبرها الكثير من المهاجرين غير الشرعيين في السابق، ولكن منذ تشديد الإجراءات والبناء التشريعي الهام لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية باتت مصر يعني من مناطق الترانزيت الآمنة تماما والتي لا يخرج منها كما ذكرت التقارير مهاجر شرعي واحد منذ عام 2016. طبعا من العرض اللي حضرتك قدمتي واضح ان احنا امام ظاهره شديده التعقيد، صحيح. تجاره عالميه بامتياز باموال ضخمه
تستغل فيها الأوضاع والظروف التي يحتاج فيها المهاجر للانتقال لدولة أخرى، ولكن دعينا أيضا نبحث الأسباب الحقيقية وراء الهجرة غير الشرعية. هذه الأسباب ما دامت مستمرة ستستمر عصابات السمسرة في اغتيال براءة الأطفال، في استمرارها في الهجرات غير الشرعية، في استمرار استغلال البشر. ولكن السبب الأول والهام والرئيسي الذي يجب التركيز عليه هو استمرار النزاعات. يعني لك صحيح. أن تتصوري أن النزاع في سوريا على سبيل المثال مستمر الآن لمدة 8 سنوات متصلة. نصف الشعب السوري تعرض إما للنزوح أو الهجرة أو القتل. يعني بنتكلم في 13 مليون نسمة، منهم مليون راحوا ألمانيا عبر فقيع أوروبا وعبر المياه المتوسط. يعني كل هذه المأساة تخص دولة واحدة، نهيتي بقى عن إفريقيا والنزاعات المسلحة فيها، بالإضافة طبعا لعنصر أو عامل آخر هام جدا عشان نفهم أسباب الظاهرة ونبحث في حلولها، وهو البحث عن الرزق. يعني هناك ضائقة اقتصادية تضرب اقتصاديات القارة الإفريقية منذ الاستقلال حتى الآن، وتدفع بشكل مستمر مع النزاعات المسلحة لعملية الهجرة غير الشرعية. عشان كده المفهوم اللي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مباحثاته مع المستشار النمساوي اللي حضرتك أشرت لإشارته هو مفهوم شامل. لابد أولا من إتاحة هجرات شرعية، لابد أن تفتح دول المهجر وتفتح أيضا الدول الأوروبية أراضيها لمجموعة مختارة من الشباب العربي والإفريقي المؤهل بشكل جيد. إذن قناة الهجرة غير الشرعية تحد حتما من الهجرة غير الشرعية. ثانيا مواجهة عصابات الإتجار في البشر، هي تجارة معلومة تستخدم وسائل اتصالات حديثة يمكن يعني التعرف عليها وعلى إشاراتها. هناك أيضا تبادل معلومات يجوز أن يتم بين الدول، وهذا الأمر يعني أظن أمر محمود للعديد من الدول التي تستخدم حتى الانتربول في تبادل المعلومات للقضاء على تلك العصابات. البعض الآخر هو علينا أن نكثف الجهود والاتصالات لتحقيق التسوية. يعني إحنا متبنيين مبادرة مع الاتحاد الإفريقي اسمها إسكات البنادق، أي أن تنتهي الصراعات في القارة الإفريقية، وبالتالي جزء كبير من النازحين واللاجئين غير الشرعيين سينتهي. أما بدون إتاحة بقى، شوف يا أستاذة الدكتورة منى، موضوع التنمية في أفريقيا هو أحد الأدوات الرئيسية للقضاء على الهجرة غير الشرعية. يعني إذا ما أتيحت لشبابنا في أفريقيا الفرصة للتنمية والفرصة للعمل الشريف، فما داعي لأن يعبر عبر المتوسط ويضحي بنفسه وبأبنائه أحيانا يعبر لمستقبل غير مأمون تستغله كما ذكرت حضرتك عصابات لأغراض مشبوهة. إذن الرؤية المتكاملة لمواجهة الغير الهجرة غير الشرعية تكون أظن في المسار المصري الأشد للعالم، وهي البنية التشريعية السليمة، الإجراءات الأمنية الحاسمة التي تحول دون استغلال شواطئنا لعمليات هجرة غير شرعية أو تجميع المهاجرين كأرض ترانزيت لأماكن أخرى. نقطة ثانية هي العمل الجاد والمتصل لتسوية النزاعات، ولكن الأهم إتاحة الفرصة للهجرات الشرعية من خلال استقطاب العناصر المتميزة من أبنائنا في القارة الإفريقية وغيرها، بحيث تتاح لهم فرص حياة كريمة بدل من الهجرة غير الشرعية. والأهم التنمية الاقتصادية، دعم دول العالم الأول أو العالم المتقدم للدول الإفريقية لإتاحة فرص العمل والاستثمار فيها. وإفريقيا قارة غنية ترأس نصف الاتحاد الإفريقي، والرئيس عبر في كثير من كلماته في المحافل الدولية عن التطلع أن يسعى العالم من أجل تنمية إفريقيا، وبالتالي تبطل الحروب وتبطل الجرائم غير الشرعية. ويمكن مجهودات السيسي برضو، يعني احنا شفنا برضو في الفترة الأخيرة سيادة السفير انه أعداد كبيرة في ليبيا، ويمكن كان حظهم عسر حتى انه كان في الصراع الصراع السياسي برضو اللي موجود في ليبيا دلوقتي ما بين خليفة حفتر وما بين فاز سراج، ادى الى انه كان مقتل اكثر من 50 شخص في غارة جوية استهدفت مركز احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس. فهل ده مثلا يعني او هل نقول كده قلت هجرة الأفارقة من السواحل المصرية وزادت مثلا في ليبيا، او زادت فين تاني؟ وبرضو يعني اتفضل. لا طبعا، يعني ليبيا
يعني هي دايما الأماكن التي تتعرض لنزاعات مسلحة بتكون مرتعا أولا للميليشيات والجماعات الإرهابية، وبتكون مرتع أيضا للإنذارات غير الشرعية. ليه؟ لأن ما فيش ضوابط على الحدود. يعني أحيانا الشخص بيهاجر عبر مناطق لا يمكن أن تكون مصر، لأنها منطقة بها خفر سواحل وبها شرطة ضابطة للدخول والخروج. أما في المناطق الحدودية المفتوحة والتي تتعرض لنزاعات مسلحة مثل ليبيا، تتدفق العديد من الهجرات غير الشرعية. طبعا الحكومة الإيطالية بذلت محكومة السراج جهود لوقف الهجرة غير الشرعية، ولكن الطريقة أيضا اللي استخدمت بها السواحل الليبية كمنصات لحجز اللاجئين هي طريقة أيضا غير إنسانية. يعني أنت لا يجوز أبدا أن تنشئ منصات لاستقبال الأفارقة على الحدود في شمال إفريقيا كانت ليبيا أو تونس أو غيرها دون إتاحة فرصة لها، إما للهجرة بشكل تطوعي ومقبول، أو منحهم فرص للهجرة الشرعية والحياة الكريمة إما في بلادهم، ولكن حجزهم بإجراءات أمنية قصرية هو أمر مرفوض تماما لأنه ضد حقوق الإنسان. صحيح. وضد برضو ما يجب أن تتحمله أوروبا. يعني ألمانيا على سبيل المثال تحملت تبعت مليون شخص هاجروا إلى ألمانيا. وحضرتك أيضا برضو عايزين نقول أن المهاجر غير الشرعي ليس خسارة في جميع الأحوال، لأن اللي بيهاجر ده أحيانا طبيب وأحيانا مهندس وأحيانا عامل جاد. فأحد غنائم الحروب يا دكتورة منى بيكون البشر. البشر هو أحد غنائم الحروب، وبالتالي من دخل أوروبا هم أيضا قوة عاملة. أوروبا هذه القارة العجوز بتشيخ، يعني أغلب من فيها فوق السن الشباب بمراحل، وبالتالي أوروبا تستفيد من هذه الهجرات. ولكن المطلوب أن تقنن هذه الهجرات، أن تدرب هذه العمالة، أن يستفاد بالكوادر الأفريقية أو قادمة من المنطقة العربية أو من آسيا بشكل منظم، وتتقاسم أوروبا الأعباء. تلك هي الحلول اللي احنا في مصر ارتأيناها. أما الحلول الأمنية والقصرية وإجبار الأفارقة على البقاء في معسكرات أيا كان مكانها هو أمر لا يساعد على حل المشكلة. المشكلة حلها يكون بإجراءات تنموية واقتصادية تتيح فرص الحياة الكريمة للشخص في بلده. صحيح. وأعتقد أن جوانب كثيرة جدا، ويمكن برضو كان مؤتمر لحضرتك استشهدت برضو ببعض الكلام اللي قاله الرئيس في مؤتمر الرئيس السيسي بالنسبة لموضوع الهجرة غير الشرعية، وبرضو طبعا كان تطرق للإرهاب أيضا في مؤتمر القمة العربية الأوروبية. أعتقد أنه دلوقتي العالم المفتوح مهم جدا أنه يكون في تواصل مع كل الدول اللي عن طريق سواحلها بيكون في مهاجرين، وفي نفس الوقت أنه زي ما حضرتك قلت التنمية في أفريقيا. فإذا عدة عوامل نتمنى، ولو أنه يعني الحياة أزمة الهجرة وأنه محاولة وجاد حلول يعني زي ما بقول زي ما بنشوف متعسرة شوي. هو طبعا يا دكتورة منى المشكلة زي ما حضرتك تفضلتي فيها عصابات منظمة بتتاجر بالمليارات في حياة صحيح. ولكن إذا هناك أيضا مساحة من نقدر نسميها الحمائية أو الأنانية اللي هي بتضرب بعض سياسات الدول، يعني منها دول زي المغرب او غيرها هي بترفض دخول المهاجرين. وطبعا المسؤوليه لابد انها تكون جماعيه. ادخل كده هناك دول زي تركيا مثلا هي تتاجر في ملف الهجره غير الشرعيه، هي تجمع اللاجئين وتستفيد من الدعم الذي تتلقاه بالخمسه مليار دولار لبقاء هذه المعسكرات على اراضيها، والا فتحت الصنبور فتهدد اوروبا. صحيح. تلك الممارسات ترفضها مصر تماما. يعني مصر استقبلت من الأشقاء العرب من سوريا ومن العراق ومن غيرهم العديد من اللاجئين، ولكن تمنحهم الحياة الكريمة، تمنحهم حق التعليم شأن المصريين، وتمنحهم حق التداوي أو الصحة في المستشفيات شأنهم شأن المصريين. وده اللي أدى لإطلاق طاقات المهاجر السوري أو المهاجر العراقي في وطنه الثاني. طبعا ده نموذج بيحتذى وبيضرب بيه المثل ايضا، لان هم اصبحوا الان قوه داعمه للسوق في مصر، وهم ايضا دول صاحبه حضاره، وبالتالي اندماجهم في المجتمع المصري حتى عندما تستقر الاوضاع فهم اهلا بهم في وطنهم الثاني. يعني هكذا تتعامل الدول المتحضره مع ملف الهجره. اما الاستخدامات العنيفه فهي لن تقود الى زياده الظاهره. دي برضه بعد ثاني يمكن القمه الافريقيه تتناوله،
هي قضيه النزوح الداخلي في القاره الافريقيه، يعني بسبب التصحر العديد من القرى بترحل عن قراها وبتروح قرى اخرى في دول الجوار. ده برضه ملف مهم جدا في حوالي 23 مليون بيهاجروا من الداخل للداخل نتيجه التغيرات المناخيه، نتيجه الحروب الاهليه، نتيجه الجفاف والتصحر بحثا عن الماء والكلأ. فبيتحرك جموع من الشعوب ومن القرى بالكامل، بترحل من مكان ما فيهوش مياه مثلا لمكان اخر، مكان في حرب اهليه، الى حدود مجاوره. يعني احنا شفنا ما بين السودان والصومال وجنوب السودان وشمالها وشرق السودان والصومال واليمن، حركه متصله من النزوح والهجرات. هناك بعضها يتجاوز الحدود فتصبح هجره غير شرعيه، او لاجئين داخل الوطن الواحد. فدي برضه ظاهره ركزت عليها القمه الافريقيه الاخيره. فبالاضافه للهجره غير الشرعيه في النزوح واللجوء الداخلي، كل دي امور تحتاج دعم ومسانده من المجتمع الدولي. لا يمكن ان تترك افريقيا لتواجه هذه المآسي الطبيعيه والكوارث الانسانيه الناجمه عن الحروب وحدها، والا ستدفع اوروبا الثمن. وكما اشرت لمليون مثلا لاجئ ذهبوا الى المانيا واوروبا، فعانت الاقتصادات الاوروبيه وتعانت ايضا من مشكله امنيه او من هجرات شرعيه، واستثمرت العصابات المحترفه هذه المساحه من الصراعات داخل الدول الافريقيه لتحقيق ماربها. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا، يعني لفت النظر فعلا لاساس المشكله، وانه الحلول لازم بتكون حلول بتعاون دولي، ما تقدرش افريقيا ولا دول افريقيا لوحدها تحل، ولكن لازم يكون في تعاون دولي، لانه في النهايه بيروحوا الى هذه الدول الاوروبيه. شكرا جزيلا لحضرتك السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجيه الاسبق، وايضا مهتم جدا بالملف الافريقي. هنشوف الرئيس برضو كان قال ايه الحقيقه، لانه جمل مهمه جدا، مهم ان احنا نسمعها كمان من الرئيس السيسي، على اعتبار ان زي ما بقول لكم انه دلوقتي الاهتمام مش بس اوروبا بيحاولوا، لا ده العالم كله، وبما فيهم مصر لها دور متميز في محاوله الحد من الهجره غير الشرعيه. الهجرة ليس كتحد بل كمجال واعد للتعاون يحمل في طياته العديد من الثمار المشتركة، سواء للمنطقة العربية التي تتميز بوفرة الأيدي العاملة، والمنطقة الأوروبية التي تتطلب اقتصاداتها مصادر متنوعة من قوى العمل. ومن ثم فإن التعاون بين منطقتينا لضمان الهجرة الآمنة والنظامية من شأنها تحقيق العديد من المصالح المشتركة، مع العمل بالتوازي على مكافحة أنشطة الاتجار في البشر في إطار جهودنا المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر العابرة للحدود، أخذا في الاعتبار كذلك ضرورة احترام مبدأ سيادة الدول والابتعاد عن المقاربات المصممة لتصدير التحدي لمنطقة بعينها. من الحلول اللي حاول الاتحاد الأوروبي يعملها الفترة اللي فاتت موضوع صفقة الأموال مقابل الهجرة مع مالي. الاتحاد الأوروبي وقع مع دولة مالي اتفاقا هو الأول من نوعه للتصدي للأسباب العميقة للهجرة غير المنظمة وتشجيع عودة المهاجرين الماليين من أوروبا. كان في بيان لوزير الخارجية الهولندي اللي وقع الاتفاق بيقول إنها المرة الأولى بيرتبط فيها الاتحاد الأوروبي بالتزام بهذا الوضع أو الوضوح مع بلد إفريقي بشأن عودة طالبي اللجوء المرفوضين. وبالتالي زي ما بقول لكم انه احنا يمكن كنا بنشوف برضو من الفيديوهات اللي بتعرض الهجره لاوروبا وحلم الشباب المالي، وازاي برضو ان في ناس كتير من افريقيا حاولوا ان هم يهاجروا الى اوروبا، وتمركزوا دلوقتي في ليبيا، ويشاء القدر ان هو يعني تدخل يعني تقع عليهم يعني صاروخ في الصراع اللي في طرابلس، ومحدش بيعترف برضو او قال ان الصاروخ ده من عندنا، وفي النهايه هناك ازمه بتتصاعد وتتصاعد. بنرحب مع حضراتكم بالأستاذ أحمد بدوي، رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين. أستاذ أحمد برحب بحضرتك معنا. مرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. هل يعني يمكن دلوقتي التجربة اللي عملتها الاتحاد الأوروبي مع مالي، هل بتحاول تكررها مع دول أخرى للحد من تزايد الأعداد الرهيب على مستوى الهجرة الأفارقة؟ هو
في موضوع الحد من الهجرة الشرعية الغير شرعية، الاتحاد الأوروبي بدأ في الفترة الأخيرة ياخد بعض من القرارات، بيعمل بعض من الاتفاقات مع دول عربية أو الدول اللي هي مصدرة للهجرة. الاتفاقات دي يعتبر فيها الدول دي دول آمنة، أما الدول التي يتم التعاقد معها وعقد اتفاق منها وتصنيفها كدول آمنة ليس فيها صراع، من حق الاتحاد الأوروبي إن هو يرد المهاجرين القادمين من الدول التي تم التوقيع أو التصديق معها، والاتفاق يكون دائما بمقابل دعم مالي أو دعم من دول الاتحاد الأوروبي اتجاه الدول التي يتم التعاقد معها لوضع خطط بديلة للحد من الهجرة غير شرعية. وضع خطط بقى خاصة بالتنمية، وضع خطط خاصة بعمل مشروعات للناس عشان يعني يقللوا فكرة الهجرة غير شرعية. ده على مستوى الاتفاقات الخاصة بالدول المصدرة. كمان الاتحاد الأوروبي من فترة كبيرة بدأ يحط برنامج كامل كده اسمه فرونتكس. فرونتكس ده الاتحاد الأوروبي بتدفع فيه أموال طائلة عشان تعمل درع أو برنامج أو آليات معينة للحد من الهجرة غير شرعية، وخصوصا الهجرة اللي بتتم عن طريق الممرات المائية أو البحور الممرات المائية. البرامج دي كلها الاتحاد الأوروبي بيحاول يوصل لحل من الحد من الهجرة غير شرعية، خصوصا بعد تزايد الصراعات في المنطقة العربية والدول الأفريقية والوضع الاقتصادي في عدد من الدول عشان يتم بس السيطرة على فكرة الهجرة غير الشرعية. احنا في الشغل المؤسسة عندنا وبعض المنظمات الدولية غالبا حتى مصطلح الهجرة الغير الشرعية دايما بنعتبره مصطلح يعني صراحة أكثر تعسفا تجاه المهاجرين، نتعامل مع المهاجرين على انهم هجره غير مقننه او هجره غير منظمه. واغلب الدول اللي بيحصل منها اللي بيكون فيها صراعات فعلا اللي هي بيجبر اهلها او مواطنيها على اللجوء الى موضوع الهجره او المخاطره بانفسهم واولادهم وحياتهم عشان يوصلوا لدوله امنه، ده احنا بنعتبره هجره غير مقننه وليس هجره غير شرعيه. ولكن التوجهات الخاصه الاتحاد الاوروبي كتير الفتره الاخيره ان هو يحاول يوضع برامج كتيرة بشكل أمني أو بشكل اتفاقيات ثنائية اسمها اتفاقيات ثنائية وتصنيف عدد من الدول المصدرة للمهاجرين واللاجئين كدول آمنة يسمح بينها الاتفاق بين الدول هذه الدول ودول الاتحاد الأوروبي على أن يكون الاتفاق أن يكون هناك رد للمهاجرين أو اللاجئين، أو وضع برامج مخصصة يتم من خلالها عمل برامج بديلة داخل الدول لحد ما الهجرة غير شرعية. هو الحقيقة أستاذ أحمد يعني فعلا من ناحية الإنسانية اللاجئين دول محتاجين، حتى لو هنغير تعبير الهجرة غير الشرعية يعني علشان ما يكونش تعبير قاسي أو ما إلى غير ذلك، ولكن نتيجة للأعداد اللي زادت بشكل كبير جدا، وهو أنه اللاجئ اللي هو ساب بلده وراح لبلد تاني عن طريق الهجرة دي وبيبتدي يعيش في مخيمات، فالحقيقة أوروبا لقت أن في أعداد كبيرة جدا من اللاجئين بتزيد بشكل كبير قوي، بقى في أعداد مشردين، بقى في عصابات. فبقت الحكاية هنا انك انت مش عارف هل تقول انه اوروبا ظالمه بانها بتحاول تستخدم امور قانونيه، ولا عندها حق نتيجه للاعداد الكبيره ونتيجه انه كمان تسرب من خلال هذه الاعداد ارهابيين وبداوا يقوموا باعمال ارهابيه. فهل بتناقشوا النقطه دي من ناحيه حقوق اللاجئين من هذا المنظور، من انه هناك ايضا خطر منهم؟ انا من وجهه نظري او من وجهه نظر خلال الشغل في البلدان مع يعني الاشكاليه الكبيره اللي حصلت مؤخرا هي الاحداث السريعه والمتتاليه في المناطق عديده جدا نتج عنها عدد كبير من النازحين واللاجئين والمهاجرين. تمام. وفي تفرقه طبعا على مستوى المصطلحات ما بين المهاجر والنازح واللاجئ. اللاجئ ده شخص بيوصل لدوله ما ويبدا يبحث عن مكتب الامم المتحده المفوضيه لتامين شؤون اللاجئين للتسجيل كطالب لجوء عشان ياخذ حقه في اجراءات اللجوء العاديه. ده احنا بنعتبره يعني وصل للحد الادنى من الحقوق او الاليات الامنه اللي ممكن توفر له المجال الامن ان هو يبحث عن مكان امن بطلب اللجوء. النازحين دول طبعا بيتحركوا داخليا داخل ديوانهم لان في احداث سريعه. المهاجرين دول طبعا يا اما بيبقى مهاجر اقتصادي يا اما بيبقى مهاجر نتيجه الحرب او نزاع او احداث داخل دولته. لكن انا ما انكرش طبعا ان في ناس كتير او في عناصر كتير بدات تستخدم مصطلح اللاجئين على مستوى المتاجرة السياسية، وفي ناس طبعا كانت بتشارك في عمليات وأحداث وجرائم داخل دول كتيرة جدا وبدأوا بعد الأحداث الأخيرة أو بعد الموضوع ما بدأ يبقى وصل للرأي العام إن هم يدخلوا دول أو يطلبوا أو يهاجروا تحت مسمى إنهم لاجئين. عشان كده حتى الدول العربية كتير بدأت تعمل إجراءات احترازية في موضوع الموافقة الأمنية أو التأشيرة. في دول مثلا
ما كانتش محتاجه تاشيره عشان تروح من دوله لدوله. دلوقتي بدات الدول نفسها اللي بتستقبل واكلين لاجئين او مهاجرين او ايا كان بدات تحط اجراءات احترازيه عشان ما يندفع. تقصد دول عربيه؟ اي حد دول عربيه يا استاذ احمد؟ دول عربيه، دول عربيه كتير جدا بدات تحط المسميات دي على اساس او الاجراءات الاحترازيه دي عشان ما حدش يخش الدوله تحت متهم ان هو لاجئ، واصلا الشخص ده ممكن يكون كان من ضمن العناصر الارهابيه او عناصر اجراميه. وده يعني حتى في دول بقولك ما كانتش بتحتاج تاشيره من دوله لدوله، وبدات الدول دي تحط اجراءات تحذير. الاتحاد الاوروبي تبع الاحداث السريعه والمتلاحقه صراحه والمتناثره كتير من المنطقه العربيه وغير المنطقه العربيه، وزياده عمليات الهجره وزياده عمليات الشبكات الجذب البشر والعصابات كمان، ده موضوع خطير جدا. بدات تحاول توصل لاليات فيها شويه سياسه ودبلوماسيه، وهي من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي اللي حضرتك اتكلمت عليها، ومنها الاتفاقيه بين مالي، وقريب اهو هيبقى في اتفاقيه بينها وبين المغرب والجزائر وكل الدول اللي بتصدر هجره. الاتفاقيات الثنائيه دي ده الشكل الدبلوماسي او الاليه الدبلوماسيه او الطرق الدبلوماسيه اللي بيتخذها الاتحاد الاوروبي لتوفيق اوضاعه او الوصول لحل معين لحل من الهجره غير شرعيه، بالاضافه الى الاجراءات الامنيه اللي بيحاول يعملها على الحدود البحريه والحدود اللي هي بين دولهم ودول المصدرين للهجره، وخصوصا دوله تركيا طبعا لان هي اقرب الدول لدول الاتحاد الاوروبي ودول اليونان وقبرص، هي دي اكثر الدول. طبعا الازمه الكبيره طبعا الدوله الليبيه، الدوله الليبيه نفسها بتمر بازمه حضرتك الموضوع ده في المقدمه على اساس انها اصلا دوله على المستوى الداخلي هي امنيا او سياسيا عندها مشكله، فهي محل او محطه يعني استزاد او ترانزيت لعديد من المهاجرين باعتبار ان هي فيها خلل امني، فاللاجئين او المهاجرين اللي هم غير شرعيين بيستغلوها لانها اقرب حدوديا بحريا مع الدول الاتحاد الاوروبي زي ايطاليا. الاتحاد الاوروبي مؤخرا فعلا بدا يبحث على اليات بشكل دبلوماسي واليات بشكل امني واتفاقيات ثنائيه وعدد من ان هو يضخ اموال كبيره جدا في دول عشان يعملوا برامج بديله عشان يخلوا الناس او المواطنين اللي هم بيهاجروا الدول دي يحاولوا يوصلوا. هم بداوا من امتى تقريبا استاذ احمد؟ يعني انا شايفه انهم بتهيألي بداوا من فتره، ولكن برضو لسه الامور دي لم تؤتي باستمرار المرجو. لا، الحلم بتاع الهجره ده على مستوى الاقتصادي اصلا هو يعني حلم تاريخي اصلا، بالاضافه الى الصراعات والاحداث اللي حاصله في المنطقه، فبدا الحلم يبقى تاريخي وطموح وحلم لعدد كبير من الناس، بالاضافه ان هو كمان حاله من الوسيله او اليه من اليات الهروب او البحث عن مكان امن. حضرتك طبعا من فتره كبيره جدا بيحاول يوصل لاليات معينه، بحاول تعمل حاله من الحد، ولكن طبعا التزاماته الدوليه والتزاماته الانسانيه تجاه الاتفاقيات الدوليه اللي موقع عليها الاتحاد الاوروبي والاليات الخاصه بحقوق الانسان والاليات الخاصه بالقانون الانساني، يحاول دايما يبحث عن اليات يعني الغطاء القانوني او الاطار القانوني اللي هو من خلاله يعني يحاول يحل حدوده او يعرف دوليته. تمام. يعني اعتقد طبعا انه ما زالت المحاولات وما زالت كثير من اللقاءات والمؤتمرات، والى يمكن الفتره الاخيره كان في فعلا زي ما حضرتك قلت محاولات من يعني الاتحاد الاوروبي لحل هذه الازمه، ولكن لم تحل بعد. بنامل انه في الفتره القادمه يكون في فعلا الاستقرار، لانه لو في استقرار سياسي بدا يعني في الدول المحيطه يعني الدول العربيه بالتحديد، اعتقد ده هيفرق كتير في اعداد المهاجرين. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد بدوي رئيس المؤسسه المصريه لدعم اللاجئين، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني خليني ابدا من الجزء الاخير اللي كان بيطرحه الاستاذ احمد. الحقيقه انه ايطاليا مثلا وزير الخارجيه الايطالي كان بيعلن عن عزمه تقديم مقترحات للتعامل مع قضيه الهجره في اجتماع وزراء الخارجيه دول الاتحاد اللي هو يعني الاجتماعات المتتاليه، يعني كل شهر بتلاقوا عده اجتماعات بسبب الموضوع ده. وفي برضو انه بيقول كده، كانوا بيقولوا ان احنا مش ممكن نظل نتعامل مع كل حاله على حده ونبحث كل مره عن حلول طارئه، احنا بحاجه الى اليه مستقره. ده مثلا ايطاليا، لان ايطاليا الفتره اللي فاتت كان في هجوم من كثير من منظمات حقوق الانسان انها كانت بدات تعلن انها مش عايزه تنقذ اي حد في سواحلها، وطبعا اخر كان في هجوم كبير جدا جدا في الموضوع ده، وبالتالي بدات طبعا انه تتراجع شويه وبتحاول ان هي تلاقي حلول. ايطاليا مثلا منعت 42 مهاجر من دخول اراضيها وحملت هولندا المسؤوليه. ماتيو سالفيني لما كان وزير الداخليه الايطالي كان الحقيقه بيحاول جاهدا انه هو يعني هو اتهم هولندا والاتحاد الاوروبي بان هم اللي ما عندهمش اكتراث لمصير المهاجرين العالقين في المياه الاقليميه الايطاليه، وده كان واقعة حصلت ان كانوا محتجزين لمدة 11 يوم على متن سفينة انقاذ هولندية. ف
فالوزير الداخلية ماتيو سالفيني اتهم هولندا والاتحاد الأوروبي بالرغم من انه قرارهم ان هم مش عايزين يدخلوا حد ومش هينقذوا حد، وقال ان انا كتبت شخصيا لزميلي الهولندي انا مسؤول لعدم اقتراصهم بسفينة بتحمل علمهم وتطوف في عرض البحر. فما كان الفكرة هنا بيقول لهم ان السفينة دي بتحمل علمكم، يبقى انتوا كهولندا اللي انتوا لازم تاخدوهم مش يجوا عندنا في ايطاليا، لانه زي ما قلت لكم اكتر دول اليونان وايطاليا هم اللي بيتعرضوا. المجر كان دورها واضح، كان يعني موقفها واضح جدا من اول تنامي الهجره غير الشرعيه وموضوع الازمات السياسيه في سوريا والعراق بالتحديد. فقالت لك احنا اسفين، احنا الحقيقه مش هندخل عندنا حد لانه احنا مش هنقدر يعني مش عايزين نغير الهويه بتاعت بلدنا. وبالفعل وقفوا بقوة وبدأت بقى ايه تلاقي انه مثلا بيقبضوا على مهربين ويسجنوهم، برضو بتعترض افغان مثلا كانوا حاولوا يعبروا السياج الحدودي، وحتى اتنشرت فيديوهات كتيره جدا كانت بتلوم المجر وشرطه المجر على التعامل الغير ادمي مع المهاجرين اللي هم جايين لهم سيرا على الاقدام عشان يدخلوا من حدود المجر. فكانت واضحه جدا جدا في النقطه دي. كان برضو في باريس في معاناة، يعني معاناة كبيرة جدا جدا. خلينا بس في حتة برضو في المجر، رئيس الوزراء المجري كان بيقول ان هو يعني بيحاول ان هو يحاصر المهاجرين عبر قطع التمويل الاوروبي. يعني المنظمات الحكومية اللي بتعمل في خدمات الانقاذ في البحر المتوسط كان بيقول كده انه هو مش هيمولهم يعني. فبالتالي يعني برضو زي ما بقول لكم المجر كانت مشكلة كبيرة جدا في الموضوع ده. بالنسبة برضو مثلا يعني كانت في دوريات برضو إنقاذ لما الاتحاد الأوروبي شاف إن الأزمة بتتفاقم برضو، وده كان في 27 مارس اللي فات، علقوا دوريات السفن اللي كانت أنقذت عشرات الآلاف من المهاجرين منذ 2015. ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كانوا وافقوا على تمديد العملية اللي بيطلق عليها عملية صوفيا لمدة 6 أشهر، وما نشروش سفن وقالوا إن إحنا هنعتمد على العمليات الجوية والتنسيق مع ليبيا فقط. لدرجة حصلت أزمة قريب جدا في موضوع برضو اللي هم كانوا جايين من تونس وغرقوا. فكده المشكلة بدأوا بقى دلوقتي يقولوا لأ احنا المفروض نرجع سفن اللي هي بتنقذ الناس لأنه ما ينفعش خالص. ومفوضية اللاجئين كانت بتدعو إلى تغيير النهج الدولي تجاه اللاجئين والمهاجرين، وانه ما ينفعش انه يكون يتسابوا الناس للموت لانهم اعتبروهم كده مؤسسات حقوق الانسان. هجمت الاتحاد الاوروبي وهجمت الدول دي كلها اللي مش عايز تنقذ المهاجرين دول واعتبرتهم ان انتم بمثابه انكم بتقتلوهم. طب اقبضوا عليهم او انقذوهم ورجعوهم بلادهم، اعملوا اي حاجه تاني، ولكن ما يبقاش في ايديكم فرصه ان انتم تنقذوا الناس دي وما تنقذوهمش. فدي كانت برضو نقطه مهمة جدا جدا. اجتماعات كتيرة جدا، النمسا مثلا كانت شاركت في اجتماع أوروبي برضو لمواجهة الهجرة من ليبيا. أغلبية المهاجرين كانوا بيجوا أكتر عدد كان من ليبيا، عشان كده هتلاقوا حاجات كتير جدا بتتكلم عن أنه المهاجرين اللي جايين من ليبيا والسفن الكتيرة اللي بتيجي من ليبيا وأنه إزاي أن احنا نحاول ننقذهم والكلام اللي زي كده. فده هتلاقوه كتير قوي قوي. أزمة الهجرة بتزعزع أوروبا، وفي نفس الوقت انه في اهتمام من فرنسا والمانيا في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا بسبب انه بانهم يوجدوا حلول لازمه اللاجئين والهجره. سي ايمانويل ماكرون بعد انتخابه: اولا وقبل كل شيء اقترح على المانيا شراكه جديده، لن نتفق على كل شيء منذ البدايه ولكننا سنناقش جميع الامور. وأقول لمن يعتقدون أن المهمة مستحيلة، أنتم اعتدتم على الخضوع وليس أنا. بعد 8 أشهر الرئيس الفرنسي يواجه حقيقة يفرضها الواقع. رفض الحكومة الإيطالية الجديدة استقبال سفينة مهاجرين تسبب بتجديد الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. حول هذا الموضوع يشاطر ماكرون وجهة النظر التي دافعت عنها أنجيلا ميركل خلال لقائها مع رئيس المجلس الإيطالي. نريد أن ندعم إيطاليا التي تطلب التضامن، ونأمل أيضا أن يتم دعم ألمانيا أوروبيا فيما يتعلق بمسألة الهجرة.
لهذا تريد باريس وبرلين إيجاد صيغة توافقية فيما يتعلق بقواعد حق اللجوء في أوروبا، وتطالبان كذلك بتعزيز شرطة الحدود الأوروبية فرونتكس. فرنسا وألمانيا تريدان إصلاح نظام دبلن الحالي الذي يحمل الدول التي يصل إليها المهاجرون في بداية المطاف استقبال غالبية المهاجرين، لكن الأمر يبدو معقدا بالنسبة إلى المستشارة الألمانية التي تواجه ضغوطا من حلفائها المحافظين من الاتحاد المسيحي الاجتماعي ووزير داخليتها الذين يطالبون بالحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وتهدف فرنسا وألمانيا إلى التوصل إلى مقترحات مشتركة بينهما لعرضها على القمة الأوروبية. زي ما كنت قلت لكم برضو في بداية الحلقة أنه مواضيع وأزمة الهجرة واللاجئين تسببت في أنه تراجع مثلا زي شعبية حزب أنجيلا ميركل، الأحزاب اختلفت، الناخبين بدأوا يختاروا أحزاب توجهها يميني مش يساري، توجه ما يكونش بيدعم المهاجرين لأنهم عانوا، أنا أسفة في الكلام، يعني في معاناة كتيرة جدا كانت من الشعوب اللي في البلاد دي كلها من توافد من وفود اللاجئين ومن فتح الأبواب على مصراعيها لاستقبال اللاجئين بالوازع الإنساني، لأنه ما بين زي ما قلنا ما بين أنه حصلت أعمال إرهابية وما بين أنه مثلا تبص تلاقوا فيديوهات كده تجيب لك شوارع في فرنسا مليانة زبالة مثلا وتكسير ومش عارف إيه، زي ما حصل برضو في الوقت بتاع الجزائر والأمم الأفريقية، وبرضو لقيته كانت تخريب في فرنسا، برضو بيقال أن حتى سترات السفر والكلام ده كله، يعني في حاجات كتير بدأت تحصل في أوروبا كتير جدا بيقولوا دي بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين اللي دخلت، اللي بدأت تغير الهوية، اللي بدأت تغير الأفكار، اللي بدأت يعني تعمل حاجات كتير غريبة في البلد. المهم إنه الحقيقة في استطلاع للرأي كان 12 في الفترة اللي فاتت، كان الاستطلاع للرأي ده كان قال ان في تراجع شعبية حزب ميركل على خلفية أزمة اللاجئين، وبالفعل انه استطلاع الرأي ده تنفذ حقيقي في الانتخابات، انه بالفعل أنجيلا ميركل ما نجحتش في الانتخابات او يعني حظيت بنسبة قليلة من الدعم. النقطة برضو المهمة جدا بالنسبة لموضوع اللاجئين انه موضوع زي ما قلنا اللي من سوريا، وكمان مواضيع اللي هي ليها علاقة برضو بهجرة المسيحيين. لكن احنا الناس كلها كانت في العالم كله بفكركم برضو بشوية حاجات كده من قديمة، اللي هو لما غرق الطفل إيلان، ده كان قصة غرق الطفل إيلان صدمت العالم وخلت العالم كله أنظاره ناحية مشكلة اللاجئين، عشان كده بدأت محاولة من الأمم المتحدة ومن كل المعنيين بحقوق الإنسان، انقذوا الناس دي يا جماعة، ما تسيبهمش يغرقوا، مش عايزين نشوف مشهد مؤلم زي مشهد الطفل إيلان ده. إيلان طفل كان بالغ من العمر 3 سنوات وشقيقه غالب 5 سنوات وأمه ريحان، الثلاثة لقوا حتفهم إسر انقلاب قاربهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة كاس اليونانية، وعثر على الأطفال على عبد الله والد الطفلان وهو فاقد الوعي ونقل المستشفى، وبعد كده لقوا الجثث بتاعت بقية الأسرة. يعني شوفوا الأب ده بقى شكله إيه، وتعملت معاه لقاءات كتيرة جدا طبعا، والصورة دي غزت العالم كله وخلت كل المشاعر تتحرك ناحية إنه من فضلكم يا ناس اعملوا حاجة، انقذوا الناس اللي في سوريا دول وحلوا المشاكل السورية اللي في سوريا لحلول سياسية مش أمنية، علشان تتحدوا من أزمة اللاجئين، أزمة الهجرة والغرق اللي كان بيتمثل في الطفل إيلان. كان في أوضاع للاجئين في سوريا الحقيقة صعبة جدا، اللاجئين السوريين حول العالم كانت أوضاع صعبة جدا جدا حقيقي، وزي ما بقول لكم مهما اتكلمنا عن أوضاعهم دول مش هنقدر نوصل لحضراتكم المعاناة اللي بيعانوها، وبالتالي طبعا الحلول لازم تيجي في وضع حلول سياسية، وتركيا بتستغل زي ما قال السفير محمد حجازي موضوع انه بتستغل برضو الأزمة دي والصراعات السياسية عشان تحقق مكاسب ليها للأسف الشديد. لكن تركيا بقى بتعمل ايه اليومين دول الحقيقة، وده كان حاجة يعني حاجة جديدة خالص. السلطات التركية بدأت ترحل اللاجئين السوريين وبدأت تحط قوانين حاسمة للتعامل مع اللاجئين السوريين، تخيلوا بقى ده اللي حصل. فخلينا نشوف التقرير ده أو جزء منه كده، وأقول لكم برضو على التقرير التاني اللي بدأت الشهر اللي فات تقريبا، أنه تركيا بدأت تاخد إجراءات ضد اللاجئين. تركيا
وتخضع لاجئين سوريين وترحلهم إلى عفرين. عودة طوعية إلى سوريا. هناك أكثر من 90% من الأراضي السورية أصبحت آمنة. حتما في مناطق آمنة. حتما. موقف لبنان هو مع العودة السريعة الممرحلة الآمنة الكريمة والمستدامة. نحن مش رايحين نرد العالم ونقعدها بالعرق. وبالتالي هناك عدد هائل من السوريين أيضا يريدون العودة. عن قتل أكثر من 20 لاجئ سوري عادوا إلى سوريا. هذا الأمر أدى إلى إخافة ورعب لدى اللاجئين السوريين. الموضوع ده يمكن نحاول نناقشه بشكل تاني او في وقت تاني. موضوع انه هل هم امانين اللي بيعودوا لسوريا والنصائح اللي بتقولهم يرجعوا لسوريا دلوقتي، وهل خلاص تركيا بدأت يعني تحس ان هي مش قادرة تجني ثمار من السوريين اللي على ارضيها فبالتالي بدأت ترجعهم، فامور كتيرة يمكن. وهل امنين ولا لا، هل هيقدروا يرجعوا، واللي راحوا فين هيرجعوا، يعني مثلا في هجرة السوريين لدول عربية، فهل ممكن دول هم اللي يكونوا اسهل للرجوع، هل برضو ممكن سوريين من دول اوروبية يرجعوا. فدي كلها الحقيقة مواضيع يمكن زي ما بقول محتاجة ان احنا نبقى نحاول ندرسها في الوقت اللي جاي. ولكن اكتر يعني ظاهرة كانت مؤثرة جدا موضوع هجرة المسيحيين من سوريا والعراق، وتغير الديموغرافية او تغير يعني هوية الشرق الأوسط ودول الشرق الأوسط بسبب هجرة عدد كبير من المسيحيين. ودي كانت أزمة من الأزمات الحقيقة اللي كانت واضحة جدا جدا، وشفنا إنه قد إيه أعداد المسيحيين قلت سواء في سوريا أو في العراق، وفي إحصائيات وفي أمور كتيرة ممكن نتكلم عنها. لكن الحقيقة اسمحوا لي نستقبل مع حضراتكم ونرحب بالأستاذ أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف. أستاذ أيمن برحب بحضرتك معنا. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. يعني أنا عارفة أن حضرتك بما أنك عايش أكترية الوقت في جنيف، وأنه مشكلة أزمة اللاجئين اللي في أوروبا بدأت تتفاقم بشكل كبير جدا وبيحاولوا يلاقولها حلول، ولكن للأسف من الواضح أنه مفيش أي حلول قدرت أن هي يعني تثمر في الموضوع ده. فلو رؤية عامة في البداية كده يعني لوضع المهاجرين اللاجئين جوه أوروبا، وبرضو هل بيعانوا، هل الدنيا كويسة، هل في أعداد مسيحيين كتير برضو هاجروا أوروبا ولا لأ، ولا يعني هاجروا فين من ناحية الرؤية العامة كده؟ هو الحقيقة خليني أقول لحضرتك إنه يعني يمكن دي مفاجأة إنه أعداد اللاجئين تراجعوا في 2018 بشكل كبير. تراجعت الاحصائيات وكانت حمايه الحدود الاوروبيه اللي اكدت انه المانيا هي كانت بلد بتستقبل لاجئين، وتراجع كبير من المواصلين لايطاليا، ولكن النسب ارتفعت في اسبانيا. وكانت حمايه الحدود الاوروبيه الفرونتكس في وارسو اكدت ان تقديراتها بتشير لحوالي 150 الف شخص دخلوا الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي في 2018، وده اقل كتير من 2015. عدد المهاجرين وصلوا لاكثر من مليون مهاجر. خليني اقول لحضرتك كمان ان هناك في ضغط من الشعوب على الحكومات الغربيه بشكل كبير جدا لمنع استقبال عدد جديد من اللاجئين، لانه الحقيقه الوضع في اوروبا بقى كارثي شويه، لانه
الدول الأوروبية استقبلت عدد كبير منها، ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بيحاولوا دلوقتي إن هم عشان كده في صعود اليمين، الحكومات اليمينية تطبع بشكل كبير جدا في الحكم نتيجة لأنه في ضغط شعبي لا نريد مزيد من اللاجئين. لكن هل على الجانب الاخر، انا اسفه لمقاطعه حضرتك استاذ ايمن، لكن هل على الجانب الاخر برضو في محاوله انهم يعيدوا مثلا على الاقل السوريين والعراقيين مثلا، ولا دي مش في دي مش في خطه الحلول؟ اعتقد لا. هو دلوقتي اللي بيحصل كمان ما تنسيش هذه الهجره غير الشرعيه، انه ده لجوء امر واقع. يعني النهارده لما بيجي لك حد من مركب، القانون حسب كل دوله بس بيدرسوا حالته بنسبه كبيره بيقبل، لان هو جاي من منطقه فيها حرب ونزاع، وبالذات الاسر يعني اللي بيجي مثلا اسره متكامله بيبانوا بشكل او باخر. فهنا بتبقى بيطلبوا ان هو من الدول اللي بيجي منها الهجره غير الشرعيه زي ليبيا مثلا، ان يكون في اعاده تمركز، يعني بيدي تمويل كبير ان النهارده يكون محاوله انه اعاده تمركز الناس دي، او ان هو ما يخرجوش من بلده ما يجيلوش، لان هو لما بيجيله بيضطر ان هو يقبله. هنا بنتكلم على خطوره الهجره غير الشرعيه. ولكن النهارده اوروبا امتلأت بشكل كبير جدا، هناك في اجتماعات متواصله دول الاتحاد الاوروبي لايجاد حلول لمنع الهجره واللاجئين بالذات السوريين، لان العدد ارتفع بشكل كبير جدا. المشكله الثانيه كمان انه في بعض المشاكل التي لها علاقه بالارهاب، هناك بعض اللاجئين وبعض الذين اتوا بهجرة غير شرعية سببوا مشاكل أمنية في بعض الدول الأوروبية، وده يعني أدى إلى حدوث ضغط شعبي كبير جدا، إن الناس اللي بتيجي إحنا مش عارفين انتماءاتهم وأيديولوجياتهم عاملة إزاي. أنت بتستضيف بعض اللاجئين واللي جايين من هجرة غير شرعية، بعد كده بنتفاجئ إن هم بيقوموا بعمليات إرهابية، فأصبح الموضوع أيضا له شق أمن، ما بقاش مجرد لاجئ جاي بيحاول إن هو يبدأ حياة جديدة خرج من بلد فيها ويلات حرب، لا ده هو كمان بقى عنده مشكله ان الخلفيه بتاعته ممكن تضره بشكل او باخر. وحصل عده مواقف في عده دول اوروبيه زي سويسرا زي فرنسا زي المانيا. ولكن خلينا نقول حاجه بشكل عام، هناك في قبول، بعض الدول بتقبل بشكل كبير جدا المسيحيين، ويمكن التوجه ده في المانيا في الفتره الاخيره تم فتح الهجره تحديدا لعدد كبير من المسيحيين نتيجه اللي حضرتك اتكلمت عليه، لان في تحذير قصري يحدث فيها المسيحيين خاصة في العراق. احنا كنا بنتكلم على أكثر من 2 مليون مسيحي يعيش في العراق، النهاردة لا يتعدي 20 أو 30 ألف. تمام. النهاردة بقى في مشكلة كمان أنه ذو الأصول المسيحية أو الديانة المسيحية بيحصل نوع من أنواع الهجوم الشديد عليهم، فبالتالي أصبح الباب مفتوح أكثر ليهم بشكل أو بآخر، ونتيجة أيضا أنه عارف أنه أيديولوجيات ما فيهاش عنف، فبالتالي بيستقبلهم. ولكن بشكل عام اللجوء اصبح مشكله وصداع شديد جدا في راس دول الاتحاد الاوروبي. صحيح، ده صحيح. طيب هو يعني فبالتالي، لكن حضرتك بتاكد، انا كنت من شويه قلت الاحصائيه اللي هي الخاصه بانه فعلا عدد المهاجرين كانت قلت في 2018. بالنسبه لاخر اجتماعات برضو كانت الاتحاد الاوروبي بيحاول يعني انه يجد حلول اخرى، يعني لو تطلعنا برضو حضرتك عن بعض الحلول الجديده اللي بيحاولوا، هل تمويل دول مازال مستمر؟ هل هيمولوا دول اكتر؟ هل هيحاولوا برضو يشوفوا مراكز الايواء زي مثلا في ليبيا او في اماكن اخرى ويحاولوا برضو يشوفوا فيها حلول بحيث يحدوا من اعداد اللاجئين اللي هم موجودين على السواحل استعدادا انهم يعني يدخلوا اوروبا؟ ده سؤال مهم جدا. انا هذا حدث مثلا العراق نتيجه اللي حصل الحقيقه، وما حدث مثلا على سبيل المثال الايديين وتم نزوحهم من الاماكن اللي كان فيها داعش. كان في مشكله انه الايديين يبقى فيه يطلبوا هجره لدول الاتحاد الاوروبي الاقرب طبعا، فبدا ان هو يكون في طلب من المنظمات الدوليه لاعاده تمركز او اعاده ان هم يرجعوهم من الاماكن دي تاني. ولكن ده تطلب عمل كبير جدا، ان يكون في تاهيل نفسي انه يرجع مره ثانيه يقعد في المكان او يعيش في المكان اللي تم تهجيره منه، ويكون في مشروعات لبنيه تحتيه هم بيشتغلوا. بيبقى في تمويل اكبر من دول الاتحاد الاوروبي في الوقت الحالي ان هم يحاولوا ان هم يعيدوا تمركز اللي نجحوا منه العراق. خليني اقول لحضرتك سريعا انه من ضمن المشاكل اللي بتواجه الاتحاد الاوروبي دلوقتي الملف التركي. تمام. في راس دول الاتحاد الاوروبي ليه؟ لانه للاسف شديد الدوله التركيه استغلت ملف اللاجئين للضغط ماديا وسياسيا.
سفينه هيدول الاتحاد الاوروبي، بمعنى ان هم طلبوا عضويه الاتحاد الاوروبي وطلبوا حوالي 6 مليار يورو لاستضافه اللاجئين. صحيح. هنا حصل خلاف شديد جدا جدا ما بين الدوله التركيه وبين دول الاتحاد الاوروبي، وقالوا احنا لن نكمل هذا الاتفاق، وكان تهديد من اردوغان الحقيقه ان هو قال حاجه لطيفه جدا، قال انا هفتح حدودي وهددهم بشكل واضح، انا هفتح حدودي ان كل لاجئ سوري هيجي عندي هيعدي على تركيا فقط، ولن ينتظر يوم واحد في تركيا وهيوصل للاتحاد الاوروبي. من هنا بدا ان يكون هناك في تصعيد كبير جدا بين الدوله التركيه وبين دول الاتحاد الاوروبي. على العكس عندنا مثل مهم جدا، الدوله المصريه، الدوله المصريه استضافت عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين اللي بيسموهم بالمناسبه مصر، هم ضيوف مصر، وتعامل معاهم بمنتهى الاحترام وكانهم مواطنين مصريين. وخدت مصر اشاده من فيليب جراندي المفاوض الثاني للمفاوضيه العليا لشؤون اللاجئين اللي كان في اكتوبر الماضي في زياره للاداره السياسيه، وتقدم شكر رسمي للدوله المصريه على ما تقدمه للاجئين لاكثر من 61 دوله، يعني بالكرامه 61 دوله بتستضيف مصر لاجئين من اكثر من 61 دوله. فاحنا هنا بنتكلم على دور مصر الريادي الحقيقه في المنطقه، ان هي تتحمل مسؤولياتها وتستضيف هذا العدد من اللاجئين ودون اي مساعدات ماديه او سياسيه من اي نوع. صحيح، ان احنا كنا لسه بنناقش الحين، ناقشت مع السفير محمد حجازي قد ايه فعلا كان دور مصر رائع، وبرضه يمكن تطرق لموضوع انه معايا استاذ ايمن حضرتك. تمام. وانه قد ايه فعلا ان تركيا كانت بتستغل ازمه اللاجئين، ودلوقتي بدات انه نبص نلاقي ان حتى يعني مؤخرا كان بدات تحط يعني قيود صارمه وعايزه تفرض ضرائب وبدات تخدع اللاجئين وعايزه ترحلهم، واعتقد ده برضو هل انه تركيا لقت ان هم خلاص ما هماش الاستثمار اللي هي هتقدر تاخد من وراء المهاجرين دول، وهي هددت كمان، يعني تركيا كانت بتهدد، اردوغان كان بيهدد اوروبا بانه هيفتح الحدود ويسيبهم يروحوا لاوروبا. ايه اللي غير الاوضاع في تركيا حاليا؟ اكيد حضرتك متابع ان هو في قوانين جديده دلوقتي. انا باكد على كلام حضرتك ان هو كانت صفقه، وكان هو هناك مكسب مادي وسياسي من الدوله التركيه من اللاجئين السوريين بشكل او باخر. وعندما تيقن اردوغان والاداره السياسيه في تركيا ان لن يستفيد ماديا او سياسيا، فبدا الموضوع بالنسبه له يبقى عصبه شديده، خصوصا ان هناك في ضغط شعبي على من المعارضه على اردوغان انه عدد السوريين اصبح كبير جدا في سوريا وبيهددوا لقمه العيش. صحيح. زي ما حضرتك عارف السوريين بيشتغل كويس جدا، بينتجوا منتجين، بيقدروا ان هم في اي مكان يثبتوا وجودهم. كانت الفكره ان هو يستفيد، لم تحدث الاستفاده، واصبح هناك ضغط على اردوغان في هذه الجزئيه. عشان كده بنلاقي الحوادث الفرديه في مهاجمه السوريين زادت جدا في اخر 3 شهور بسبب وبدون سبب، بيتم الاعتداء على السوريين، بيتم ضربهم، مهاجمه المحلات بتاعتهم تكسيرها نهبها، لانه اصبحوا عبء. وهو هنا بدا ان هو يفقد السيطره على الشعب التركي، ان هو يعني يكون في معايير امنيه المينيمم، يعني المعايير الأمنية لحماية السوريين، وبدأ الموضوع يخرج من إيده، بدأ يحس إن هو كمان معدل الجريمة هيزيد أو معدل هجوم على السوريين هيزيد، وبالتالي هيكون شكله سيء جدا، والإيمج هتكون وحشة جدا قدام الاتحاد الأوروبي. وفعلا تم مخاطبة الاتحاد الأوروبي إن هناك في حالات هجوم كتير على السوريين، ده يعتبر منافي بشكل كبير جدا للمعايير الأمنية لحماية اللاجئين. ويعني بالمناسبة هم بدأوا ادوا له زي المساعدات مالية كبداية، ولكن لما شافوا الطريقة اللي بيتعامل بيها وان هو يهدف الى مكسب، ان هو بيحاول يضغط سياسيا لحصول على دولة حد ربي، فتوقفت كل شيء. وزي ما حضرتك اصبح الموضوع بالنسبة له ان هو خسارة، وان هو المخطط اللي كان بيحاول ان هو يوصله ان هو يستفاد يبين كمان يحصل على مكسب سياسي، انما النهارده بتستضيف عدد كبير من اللاجئين. في هذا التوقيت مصر بتقوم بهذا الدور بدون اي هدف وبدون اي مكاسب ماديه او سياسيه. وكمان بالمناسبه الدوله المصريه بتحصل على اشاده من دول الاتحاد الاوروبي نتيجه لدور مصر في مكافحه الهجره غير الشرعيه واللي بتهدد امن وسلامه دول الاتحاد الاوروبي، وايضا استضافه اللاجئين. يمكن انا اعتقد كمان ان مؤخرا عرض دول الاتحاد الاوروبي ان يكون هناك بعض المساعدات، وفي الدوله المصريه يعني لم تعلن موافقتها وقالت ان احنا مش ده دورنا واحنا دين اخواتنا وهنستضيفهم ومكملين لغايه ان تنتهي المشكله في سوريا ويعودوا الى بلادهم مره.
طيب في النهاية لو في لسه شباب بالرغم من اللي احنا بنقوله ده كله، من رغم المعاناة اللي بيعانيها الشباب في رحلة الموت، او انه لما بيروحوا اوروبا ما هياش يعني حضرتك في اوروبا، يعني في اوروبا وبتشوف المعاناة، يعني تقول للشباب ايه اللي هم بياخدوا رحلة الموت وبعدين بينزلوا على اوروبا برضو ما بتكونش هي الجنة، تقول لهم ايه يا استاذ ايمن؟ انا اعتقد هدفي ان احنا لازم اول حاجه نرجع للاسباب الحقيقيه غير الشرعيه. خلينا نقول انه الاوضاع الاقتصاديه المترديه في دول المنطقه وخاصه دول النزاع العسكري ادت بشكل كبير جدا ان يكون في نزوح من الشباب، وهم حقهم الحقيقه لان هو بيشوف ان بلده الوضع سيء جدا، هو بيحاول ان هو يحسن من وضعه الالماني والاجتماعي. انا رايي انه مهم جدا كمان ان ما نحملش بس الشباب دول، لانه في جزء على الدول التي تخرج منها الهجره غير الشرعيه. احنا بنتكلم على اهميه التركيز على التدريب في البرامج السياسيه لتحفيز فكر الشاب ازاي يتعلق بوطنه حتى اذا كان الوضع الاقتصادي سيء، ان دي بتبقى مرحله معينه واكيد هتعدي. النقطه الثانيه كمان ان مطلوب من الدول والحكومات القضاء على المحسوبين، تحقيق مبدا المساواه والعدل، ان يكون هناك في فرص للشباب، لان الشاب لما بيحس ان الدنيا اتقفلت قدامه تماما اول حاجه بيفكر فيها ان هو يسافر، ما قدرش يسافر بشكل مباشر بيبقى الهجره غير الشرعيه. الاهتمام كمان بالتدريب المهني، مهم جدا ان احنا نحصل على شباب مدرب بشكل جيد عنده القدره ان هو يكون جيد في الاعمال اليدويه، لان العمل الحكومي اصبح صعب جدا واصبح يعني بيمثل صعوبات ماديه كبيره جدا على الحكومات. رسالتي للشباب طبعا انه يجب ان يبتعد بشكل او باخر عن فكره الهجره غير الشرعيه، لان احنا شفنا حالات وفاة كتيرة جدا. صحيح. النهاردة الإحصائيات من الاتحاد الأوروبي بتقول أن من كل 5 مهاجر غير شرعي بيموت واحد، ودي نسبة غير مسبوقة ونسبة كبيرة جدا، نتيجة كمان اعتقد انا بعتذر لحضرتك انه يعني الوقت دهمنا للاسف، ولكن فعلا يعني زي ما بنقول الانتماء وحلول المشاكل جوه الدول ده من الحاجات الاساسيه جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ايمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف. واعتقد مشاهدينا انه الازمه دي نتمنى انه في السنين اللي جايه وسنه ورا سنه تقل اعداد المهاجرين وتستقر الدول، ولكن في النهايه بنامل انه فعلا الاتحاد الاوروبي يتكاتف من لخلق فعلا حلول أخرى تحمي الناس كلها مش بس الشباب من رحلة الموت، وإنه يكون الموت هو الهدف للحياة. دي الحياة أنا نفسي ما يعني ما نسمعهاش تاني، ودي كانت مشكلة واجهتني في إن أنا الحلقة دي لقيت إنه موضوع الموت والدنيا كان معانا يعني برضو نماذج كتيرة، لكن في النهاية بقول لكم ما هيش حياة وردية. ربنا يحافظ على استقرار كل دولنا، وبنأمل إن كل الدول فعلا تبذل جهود كبيرة جدا ضد إنه فعلا استقرار، وضد إنه موضوع الهجرة غير الشرعية، وضد هذه المافيا اللي بيكسبوا مليارات. بشكركم مشاهدينا، وإلى حلقات أخرى ما وراء الأحداث إن شاء الله. إلى اللقاء. Thank you.